الرئيس الفرنسي في القاهرة قريبا في بداية 2019، ده اللي أعلنه السفير الفرنسي في القاهرة، وإن في استعدادات مكثفة لدى جميع الجهات الفرنسية في مصر لهذه الزيارة اللي هتتم مطلع العام المقبل. أهم الملفات اللي هتكون موجودة في هذه الزيارة، أول حاجة الملف الاقتصادي، مناقشة إنه يتم ضخ استثمارات فرنسية جديدة في مصر. كمان بطبيعة الحال الشأن الدولي والإقليمي هيكون حاضر في المقدمة، الملف الليبي. فيما يتعلق بالملف الليبي، السفير الفرنسي في القاهرة نفى إن يكون في أي تنافس أو مشاكل ما بين فرنسا أو إيطاليا فيما يتعلق بالأزمة الليبية، وأكد على إن فرنسا بتثمن الجهود المصرية لتوحيد الجيش الليبي ودعم إن يكون في انتخابات رئاسية وكتابة دستور جديد لليبيا. الكلام اللي بقوله لحضراتكم واللي قاله السفير الفرنسي النهارده كان في المنتدى المصري الفرنسي للصحة اللي نظمته سفارة فرنسا بالقاهرة، واللي تم من خلاله الإعلان عن تأسيس مجموعة شركات فرنسية في مجال الصحة. اتفضل. عندي نصيحة إنجاز لي أن أنصح. الرئيس الفرنسي ناوي يزور القاهرة. أتخيل لقطتين، وأرجوكم يعني تاخدوا مني في الحتة دي، يعني أنا عشت في البلد دي 14 سنة، فأعتقد أن لي حق أن أنا أقول فيها كلمة. لابد أن يكون للرئيس السيسي حوار كبير جدا مع وسائل الإعلام الفرنسية قبل وجود الرئيس ماكرون بيوم. لازم يكون في حوار مع لو فيجارو، مع فرانس 24، مع حاجة كبيرة، يكون حوار كبير، يكون الرئيس السيسي متواجد في الميديا الفرنسية. الحاجة التانية، الرئيس ماكرون أعتقد أنه لو أنا بخطط للزيارة دي هزور مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب. هنا بقى أرجوكم ما يكونش الرئيس والرئيس ماكرون رايحين لابسين فورمل وبدل، يعني لازم المجتمع الفرنسي يشوفهم يعني قريبين قوي من شكل الشباب اللي هيدخل هذه الأكاديمية. الأمور دي يا جماعة في شكلها بيلعب دور كبير قوي في المجتمعات التانية. فأرجو لمن يعد لهذه الزيارة أن، وطبعا هم ناس على مستوى يعني قدر كبير من العلم في هذه الأمور، احنا بس يعني بننصح، لكن يعني هذه التفاصيل البسيطة بتلعب دور. الرئيس السيسي لما دعا بوتين على العشاء في الأوبرا الدنيا كلها اتكلمت، فما تخلوش الحاجات دي تفوتنا. وأنا أنتظر أن يكون في لمسات من هذا الأمر اللي المجتمع الفرنسي بيقدرها تقدير كبير جدا، كل ما يتعلق بشكل استقبال رئيس الدولة الفرنسية ومدى الاهتمام بيه.